نعمل مع بعض دونتس تكون فلافي وطرية جدا ومحشية من جوه الحشوة اللي انتوا عايزينها. شفتوا الحلاوة؟ اول حاجة هضيف السكر وصفار البيضتين بتوعي، هطلع البيض بتاعي برا التلاجة شوية، وبعد كده هقلب فيهم لغاية لما لونهم يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين. هبدأ ازود اللبن الدافي بتاعي واقلب كمان، والدقيق واحدة واحدة مع رشة الملح، بس مش هحط الدقيق كله دلوقتي، هضيف بقية المكونات الاول، الخميرة وبعد كده الزبدة بتاعتي، درجة حرارة الغرفة برضو، وبقية الدقيق واحدة واحدة، وما تنسوش الفانيليا. بعد كده أبدأ أعجن بإيدي لغاية لما العجينة تمسك نفسها كده، هسيبها ساعة تخمر أو لغاية لما الحجم يبقى ضعف، ما تسيبهاش كتير. بعد كده هعمل الحشو بتاعي اللي هو كريم باتيسري بتاع دريم، وده كان طعمه تحفة وسهل جدا. هحط بس مكونات الباودر على اللبن، تضربوش فيه كتير قوي عشان بيبقى صعب ان احنا نحشيهم جوه الدونتس. بعد الساعة لقيت العجينة بتاعتي بقت بالشكل ده، تحفة وطرية. هفردها بس مش قوي عشان انا عايزة الدونتس تكون على ارتفاع كويس، متكونش رفيعة قوي، وابدأ اشكلها بالطريقة اللي انا عايزاها، بس اهم حاجة ما نكبسش العجينة كويس قوي، يعني نخليها تتنفس شوية. بعد كده هنسيبها تخمر تاني 40 دقيقة في صينية، وهنا في اختيارين، ممكن ان احنا نقليها في الزيت او نخبزها. انا عملت شوية كده وشوية كده، المخبوزة كانت بصراحة اخف بكتير واحلى بالنسبة لي انا، لكن لو حد بيحب المقلية تمام. واللي بتتقلي في الزيت ما تسيبهاش كتير في الزيت، يعني ده كده لون انا شوية من المفروض يكون، طلعوها بدري شوية، هي ما بتاخدش وقت خالص، خليكم جنبها وما تعملوش اي حاجه تاني، بس كانت طريه وناعمه جدا من جوه. اول ما طلعت هحطها في السكر، ده شكل المخبوزه بتبقى افتح شويه. حطيتها في الفرن 10 دقايق، بعد كده طلعتها وحطيت السكر باودر على طول. هنعمل فتحه باي حاجه، وبعد كده نحط الحشوه جوه، واهم حاجه ان احنا نمليها الحشوه كويس قوي. المخبوزة كانت خفيفة جدا وطعمها حلو جدا. في حاجة انا مكنتش مليها كتير، بس بعد كده خفيف قوام الكريم باتيسري شوية عشان هو بيمسك نفسه بسرعة جدا. جربوا الوصفة دي وقولولي ايه رأيكم، يارب تعجبكم.